كمان واحنا بنتكلم عن 2003 ان شاء الله اللي هيكونوا موجودين معانا يوم الخميس القادم، هنذيع ماتشهم هنا على قناه الاهلي وهيكون استوديو التحليل بدايه من الساعه 2. نروح نطمن على اخر الاستعدادات بقى، اخر استعدادات فريق 2003 لاول مباراه في الدوري امام الشرقيه للدخان، ونشوف الكابتن سيد غريب قال ايه عن استعداداته لمباراه الدوري، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن حمزه علاء. اول حاجه احنا استعدينا بقالنا شهرين ونص، استعدينا عملناه على جزئين، الجزء الاولاني كان قبل العيد كان غير متوشه وديه، الجزء الثاني اشتغلناه بعد العيد عملنا متوشه وديه كويسه، الحمد لله عملنا فتره كويسه، وان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الخميس الجاي البدايه ان شاء الله عاوزين التوفيق بس بتاع ربنا باذن الله. ان شاء الله هنبدا مع شرقيه الدخان اول البدايه، وان شاء الله تكون بدايه كويسه باذن الله. اول حاجه احنا بنجهز اللعيبه على الماتش الجاي، احنا اشتغلنا فنيا كويس وتكتيكيا ان شاء الله، بس شغالين كوره الثابته كده كل يوم بنديها 10 دقائق عشان الولاد يستوعبوا ان كوره الثابته عاملين كوره ثابته جديده، فلازم ان هم يحفظوها. فالحمد لله شغالين طول الاسبوع دوت على الكوره الثابته في اخر 10 دقائق في التمرين. هي البطوله بطوله جامده، في فرق كويسه ان شاء الله باذن الله، عندنا امل وعندنا اصرار ان احنا نعمل السنه دي حاجه كويسه وناخد البطوله باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا وفي مصر وفي كل حاجه، قطاع الناشئين قطاع محترم في النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله كل الفرق ان شاء الله تاخد البطوله.